الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين الحبيب المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الأعزاء، هذا اليوم يوم ذكرى استشهاد سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وبهذه المناسبة الأليمة نقدم أحر التعازي إلى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى الأمة الإسلامية جمعاء وإليكم إخوة الأعزاء واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من التابعين لمحمد واله سيرة وعقيدة وعملا. وهناك حديث عن الامام القادم عليه السلام نذكره تبركا بالمناسبه. قال الامام القادم عليه السلام: ان لله على الناس حجتين حجه ظاهره وحجه باطنه. اما الحجه الظاهره فالانبياء واللائمه واما الحجه الباطنه فالعقول فبعد التبرك بهذا الحديث الشريف درسنا اليوم حول العطف والصفه على اسم لا النافيه في هذا المبحث لا بد من الالتفات الى اربعه امور الأمر الأول أنه كلمة لا النافية أحياناً تستعمل مكررة في حالة التكرار لا بد من اسم لكل واحد منها ولهذه, ولهذه الأسماء أحكام خاصة الأمر الثاني عدم تكرارها كما هو الدارج عند الاستعمالات اليومية. الأمر الثالث كون النكرة موصوفة يعني اسم لا النكرة تكون موصوفة بصفة. هنا إذا لهذه الصفة حكم خاص. والأمر الرابع وجود فاصل بين الصفة والاسم النكرة. إذا هذه أربعة أمور نحن ندرسها في هذا الدرس، قال المصنف: "ولك في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله"، هذه المقولة المعروفة لدى الأوساط المؤمنين: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، هذا ذكر، هذا الذكر من حيث التسمية معروفة بالحوقلة، الحوقلة على وزن البسملة يعني من قال الحوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله مثل البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم ومثل سبحلة يعني سبحان الله وهكذا فإذا هذه المقولة مقولة حوقلة استعملت لا مكررة لا حول ولا قوة إلا بالله المرحوم المدرس الأفغاني رحمة الله عليه صاحب المؤلفات العديدة عفوا في علم النحو يقول أنه المراد من هذه المقولة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول عن وسوسة الشيطان ولا قوة على طاعة الله سبحانه وتعالى إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى إذا تريد أن تتهرب وتتخلص من وساوس الشيطان فلا بد من التوفيق بالله سبحانه وتعالى. وإذا تريد أن تطيع الله سبحانه وتعالى وتوفق بإتيان الواجبات الإلهية والأوامر الإلهية فلا بد أيضا تكون من التوفيق بالله سبحانه وتعالى. يعني لولا التوفيق ينصر الإنسان ويلازم الإنسان المؤمن فلا يستطيع أن يتهرب او يتخلص من وساوس الشيطان وان ياتي بالواجبات بصوره صحيحه. بعد بعد فهمنا للمعنى هذه الجمله قال لا حول ولا قوه الا بالله يقول يجوز لك ان تستعمل تتلفظ هذه الجمله على خمسه اوجه. على خمسه اوجه، الوجه الاول تقرأ الاسم الأول حول بصورة مفتوحة تقول لا حول بعدما قرأت هذا مفتوحة فبالنسبة بالنسبة إلى قوة هنا ثلاثة أوجه إما أن يكون الفتح أو النصب أو الرفع يعني تقرأ هكذا لا حول ولا قوة بنصب الإسمين بفتح بفتح الاسمين وتقرأ لا حول ولا قوة بنصب الثاني الاسم الثاني يعني القوة ومرة ثالثة تقرأ لا حول ولا قوة برفع الثاني ومرة أخرى تقرأ الاسم الأول بالرفع تقول لا حول بعد ذلك إذا قرأت لا حول عندئذ يكون يجوز لك أن تقرأ الاسم الثاني إما الرفع أو الفتح تقول لا حول ولا قوة أو تقول ولا لا حول ولا قوة إذا هذه الوجوه الخمسة التي يجوز لك أن تقرأها في هذه المقولة ثم يقول كالصفة في نحو لا رجل ظريف يعني في, المع... في الأمر الثاني أنه إذا كان هناك صفة لإسم لا النافية مثلا لا رجل ظريف ضريف صفة لرجل لا رجل ظريف مثلا ضريف في الدار فهنا هذه الصفة يجوز لك أن تقرأها بالنص... بالرفع وتقرأها بالفتح تقول لا رجل ظريف في الدار او تقول لا رجل ظريف في الدار بالرفع آه هذه آه الوجوه الخمسه للمقوله وكذلك للوجهين للصفه لاسم لا هذا في صوره تكرار لا اما في صوره عدم التكرار اذا انت استخدمت الجمله وذكرت آه العطف الإسم العطف على المعطوف يعني العطف موجود لكن لم تتكرر كلمة لا مع ذلك يقول فإن لم تتكرر لا أو فصلت الصفة لم تتكرر لا ولكن صارت بين الصفة والموصوف فاصلة أو لم تكن فاصلة ولكن الصفة آه لم تكن مفردة بل كان بصورة شبه المضاف عندئذ يقول يجوز لك أن ترفع ذلك الصفة أو تنسبها هذا ملخص ما يستفاد من أصل الكتاب للمصنف وأما شرحه فيما يلي قال في الشرح إذا تكررت لا كما أشرنا في مقولة لا حول ولا قوة إلا بالله حيث لا مكررة لا مع النكرة واسم تكون نكرة يقول نكرة لأنه لا يجوز أن يكون مع معمولي لا النافية معرفة إذا صارت معرفة عندئذ لا لا تعمل بل تحول تتبدل من النافية إلى الناهية مثلا عمل ليس جاز في النكرة الأولى الفتح تقول لا حول والرفع تقول لا حول في النكرة الأولى يجوز جواز الوجهان لا حول بالنصب ولا حول بالرفع فإن فتحت إذا فتحت قرأت لا حول فلك في الثانية ثلاثة أوجه فالاسم الثاني يعني قوة هنا إما أن تقرأها بالفتح تقول لا حول ولا قوة كلاهما بالفتح أو تقرأ بالنصب الاسم الثاني تقول لا حول ولا قوة بالنصب أو تقرأ الثالثة بالرفع تقول لا حول ولا قوة بالرفع هذه الحالات الثلاثة إذا قرأت الاسم الأول مفتوحة مفتوحا وإن رفعت إذا صارت النكره الاولى مرفوعه قلت لا حول فلك في الثانيه وجهان ففي الاسم الثانيه يعني النكره الثانيه تقرا وجهين الرفع والفتح تقول لا حول ولا قوه او تقرا لا حول ولا قوه ويمتنع النصب لا تقرا بالنصب فيقول فتحصل الفا هنا فاء او فاء التفريع التعقيب والتفريع انه يجوز خمسه اوجه في هذا هذه المقوله فتح الاسمين لا حول ولا قوه ورفعهما لا حول ولا قوه والثالث فتح الاول ورفع الثاني لا حول ولا قوة والرابع عكسه تقول لا لا حول ولا قوة عفوا لا حول ولا قوة عكس الثالث والخ... والوجه الخامس وفتح الاول ونصب الثاني طبعا هذه الصور الخمسة التي ذكرها المصنف او النحاة يذكرونها في الكتب المفصلة المطولة هذه الوجوه او الاوجه انما على من حيث الصنعة في تطبيقات قواعد النحو يعني مثلا انت كالنحوي النحوي تريد ان تطبق تلك القواعد على هذه المقولة فيمكن هذه المقولة ان تتحمل الوجوه الخمسة التي ذكرناها ولكن كما يقول المدرس الافغاني رحمه الله عليه انه في في باب جواز قراءتهما في القران الكريم والادعيه الشريفه والاحاديث المعتبره نحن نلتزم بما ثبت في قراءتها من عند القراء فلا يجوز نحن ناتي نطبق هذه القواعد كلها على المقولات في القران الكريم لان هذا يستلزم ماذا يستلزم يستلزم اما تعدد المعاني من حيث تعدد الالفاظ لان لكل لفظ بصيغه خاصه معنى خاص مثلا زيدا له معنى خاص عندما تقول رايت زيدا بالنصب له معنى خاص جاءني زيد له معنى خاص مررت بزيد كذلك لزيد معنى خاص اذا التغيرات التي تحصل على كلمه واحده على فعل واحد عندئذ يتغير المعنى ايضا ونحن ليس علينا ان نلتزم بتغيير المعاني اذا جئنا طبقنا هذه القواعد على القران الكريم عند القراءه فعندئذ نضيع بين المحتملات من المعنى وهذا خلاف المراد واما ان يستلزم قراءة هذه الوجوه على مثلا الخلاف المثبت في القران الكريم يستلزم التشريع او شبه التشريع لا يكون التشريع مثلا نحن نقصد التشريع ولكن يصير من خلال التطبيقات على هذا الشيء واحد يشبه التشريع والتشريع ليس من حقنا والتشريع لله سبحانه وتعالى فحسب والنبي أو المعصوم عليهم السلام إذا نحن نقرأ هذه الوجوه فقط من باب التطبيقات في صنعة قواعد علم النحو فقط فهذه خمسة أوجه في مجموع التركيب هذا في سورة تكرار لا في الكلام، واما في سورة عدم تكرارها فإن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية لم يجوز في الاولى الرفع، إذا قرأت لا حول وقوة بدون تكرار عندئذ لا يجوز أن تقرأ بالنصب، بل ماذا يصير؟ يصير انه هنا لا تكون إما زائدة إذا لم تكن زائدة تكون عملت عمل ليس الناهية لا حول تكون الناهية ولا في الثانية الفتح لماذا لا يجوز الفتح بالثانية؟ لأنه إذا مثلا قرأت بالفتح هذا معناه أنه أنت تريد تعطف على محلل محل لا هنا ليس لا يكون ابتداء لا يكون اما بل يكون هنا صار رفع لانه لا عملت عمل ليس وعمل ليس ماذا بعده مرفوع وكيف تعطف المفتوحه على المرفوع وهذا لا يجوز بل في سوره دواء مثلا في السور الخمسه السابقه التي ذكرناها هناك في بعض الوجوه كان يجوز ان تعطف الثانيه على الاولى اما مثلا على محل لا واما على محل اسم لا وهكذا يقول تقول لا حول ولا لا حول وقوة فهنا لا يجوز أن تقرأها على على الرفع أو لا حول وقوة بفتح حول ولا لا غير ونسب قوة أو رفعها هذه الصور التي ذكرها المصنف بصورة عدم تكرار لا في الجملة فلا أَبَى الشعر يقول فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزر الشعر يجي يتملق ويمدح ويتمدح لي مروان ابن عبد الملك مروان بن عبد مروان بن الحكم يمدح أنه مثلا هذا الشخص إنسان جدير بالحكم عندما هو مثلا يرتفع بأنه يتأزر ويرتدي مثلا ثياب الحكم إنسان مثلا له أنه كريم أنه سخيد أنه عاقل كذا يمدحه الشاهد في قوله فلا أبا وابن مثل ذلك المورد الآخر الصفة في اسم الله قلنا أنه أنه أمور عدة من تلك الأمور أنه إذا صارت هناك النكرة لإسم لا موصوفة بصفة وهذه الصفة تارة يكون متصلة بدون فاصل بين الصفة والموصوف وتارة يكون فاصل بينهما أو حالة ثانية إذا في سورة عدم عدم الفصل بينهما قال وإن كان اسم لا مفردا اسم لا مفرد بمعنى انه مثلا اما مثل رجل مفرد او رجال ولو بصيغه الجمع لكن بما انه غير مضاف ان يعني يقول مفرد يعني في مقابل الاضافه مضاف يعني مضافا حقيقيا وتاتا مضافا او شبيها شبيها بالمضاف ان كان اسم لا مفردا ونعت بمفرد وصارت صفته ايضا صفه مفرده يعني لم يكن لم تكن الصفه مضافا او شبه مضاف ولم يفصل بينهما فاصل لا يوجد فاصل بين كانه مثلا الجار مجرور مثلا او الظرف لم يصير فاصل بين الصفه والموصوف مثل لا رجل ضريف في الدار هنا في هذه الحاله يجوز ان تقرا ان تعطي الحكم للصفة ثلاث صور يجوز لك أن تقرأ الصفة على ثلاث صفات تارة بالرفع تارة بالنسب تارة بالفتح تقرأها بالفتح باعتبار أنه صفة من حيث التطبيق صفة موصوف أن الموصوف منصوب مفتوح الصفة كذلك يكون مفتوحا فهنا يقول تقرأها على ثلاث صور أولا الرفع على موضع لا مع اسمها انه اذا قرات قلت لا رجل ظريف بالرفع لا ضريف رجل لا رجل ظريف فهنا هذه الصفه تقريبا عطف على ماذا على لا ومح واسم لا على لا مع اسمها فان لا مع اسمها في محل الرفع في محل الابتداء يعني في الواقع هكذا مثلا لا رجل ظريفون يعني لا رجل محلا مبتدا وظريفون يكون خبر فيكون هنا ماذا؟ مرفوع مرفوع لانه عطف على لا مع لا واسمها والنصب الثاني النصب على موضع اسمها تقرا مثلا لا رجل ظريفا بالنصب فيكون نصب ظريف يكون على محل ماذا؟ عطف على محل اسم لا أنه اسم لا يكون منصوبا محلا لأنه لا تدخل على الاسم وتنصبها فيكون لا اسم منصوب وكذلك الصفة هنا يكون منصوبا فإن موضعه موضع اسم لا منصوبا بلا العاملة عمل إن والثالث الفتح على تقدير أنك ركبت الصفة مع الموصوف كتركيب خمسة عشر إذا قرأت لا رجل ضريفة هنا لا رجل ضريفة يعني كانوا في الواقع لا رجل ضريفة كلاهما رجل ظريف كلاهما مركبة مثل خمسة عشر أربعة وثلاثين مثل هذا التركيب فيكون منصوبا مفتوحا كالتركيب خمسة عشر ثم أدخلت لا عليهما فكلاهما يكون مفتوحا بواسطة لا النافية والحالة الرابعة والأخيرة لهذا المبحث فإن فصل بينهما يعني هناك اسم لا موصوفة بصفة لكن هذه الصفة صارت فاصلة بينها وبين الموصوف أو مثلا لم تكن فاصلة لكن الصفة لم تكن الصفة ولكن الصفة غير مفردة إما مضاف أو شبه مضاف في هاتين الحالتين يقول يجوز لك الرفع والنصب يعني يجوز لك ان تقرا الصفه اما مرفوعا او تقرا منصوبا يقول وامتنع الفتح لا يجوز ان تقرا على الفتح فالاول تقرا لا رجل في الدار ظريف وظريفان تلاحظون انه ظريفون صفه لرجل لكن صار فاصل بينهما الفاصل ما هو في الدار صار فاصل هنا فتقرأ يجوز لك أن تقرأ الضريف ماذا إما بالفتح عفوا بالنصب أو ترفعها تقرأ بالرفع تقول لا رجل في الدار ضريف بالرفع أو لا رجل في الدار ضريفا بالنصب لا يجوز أن تقرأ بالفتح والثاني يعني بدون الـ فتح بدون الفاصل نحو لا رجل طالعا جبلا وطالع جبلا تقرأها كذلك بالرفع والنصب في هذه الحالة لأنه الوصف هنا يكون وصفا شبه مضاف لا مفرد شبه مضاف ماذا طالعا جبلا طالع اسم لكن جبلا هو الاسم المتمم لمعنى طالع فهذا يسمى شبه مضاف فاذا كان الصفه شبه مضاف فلا بد من قراءتها اما بالرفع واما بالنصب ولا يجوز قراءتها بالفتح هذا تمام الكلام حول ما قال المصنف لكن تتمه لهذا المبحث اذكر موضوع مهم وهو انه هناك سؤال هل يجوز أن يحذف خبر أو اسم لا أم لا كما في بعض الكثير من الأوام موارد أمثلة أحيانا يحذف آه الخبر أو يحذف الاسم هنا في خبر في معمولي آه لا النافية هل يجوز حذفهما حذف أحدهما أو كلاهما الجواب أنه بلى يجوز الحذف إذا كانت قرينة دالة على ذلك طبعا اذا لا توجد قرينه عندئذ لا يجوز لابد من ذكر ذلك المعمول مثلا قال يجوز في حذف اسم لا وبقاء الخبر اذا دلت قرينه لذلك مثل لا عليك لا عليك لا من لا نفذ الجنس عليك جار مجرور خبر ل لا النافية أما الاسم هنا محذوف حذف يعني لا بأس عليك عنده مثلا سائد يأتي يأتي مثلا شخصا يسأله أنه هل أدخل دارك مثلا وأنا رجل مسافر مثلا غريب فصاحب الدار يقول لا عليك يعني لا باس عليك ان تدخل فهنا الاسم حذف لانه بقرينه الحاليه السابقه على هذا الكلام فيجوز ان يكون اسمها محذوفا وكذلك يجوز بل يكثر حذف خبر خبر لا النافيه ويبقى اسمها مثلا في القران الكريم في القران الكريم يقول قالوا لا ضيرة لاحظ لا ضيرة يعني لا ضرر لنا وعلينا لاحظ أنه لا ضيرة اسم لا خبر ماذا محذوف علينا مثلا أو عليك مثلا أو عليه المهم الخبر يكون محذوفا لكن لأنه معلوم الحال لا ضير لا ضيرة لا ضرر علينا ولذلك أما في سورة إذا لم يكن الخبر معلومان يجب ذكره لا يجوز تركه مثلا إذا قال لا أحد من الله هنا لا أحد من الله هنا لا يعلم لا أحد ماذا ولذلك يجب أن يذكر الخبر يقول لا أحد أغير من الله فهنا أغير خبرا لله وأحد اسم لله فلا بد أن يذكر خبر لأنه مجهول إذا قلت لا أحد من الله مثلا هنا من الله فيكون هذا الكلام مجهول غير معلوم غير واضح ولأجل إتمام الكلام وإتمام الفائدة للجملة لا بد أن تذكر الخبر تقول لا أحد أغير من الله هذا تمام الكلام حول العطف والصفة على اسم الله النافية والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم على محمد وال محمد